هو ان قبل ما يصيفطوا الاطفال يديروا لهم واحد الفحص صحي، هذه اولا، لان الناس كيكونوا اطفال مراض وكتكون امراض معديه، وحتى هما بالنسبه لصحتهم ربما مساكن يتقاسوا داك منين يمشيو للمخيم بحراره الشمس وكذا. والمخيم في حد ذاته انه شي حاجه بنادم كيكتشف امور جديده وكيكتشف اصدقاء جداد وكيندمج في المجتمع وكينفتح على ثقافات اخرى وافكار اخرى وفي رياضات وفي كل ما هو ثقافي ورياضي. هو المخيم هذاك من ارفع ما يكون. بالنسبه لي المخيم الصيفي هو شي حاجه اللي مهمه للدراري الصغار، يتعلموا فيها بزاف ديال الحوايج، تتولي عندهم واحد الريسبونسابيلتي، يعرفوا يديروا بزاف ديال الحوايج راسهم، زعما ما يحتاجوش للاباء ديالهم، وهذا باش يوريهم شحال من حاجه. ذاك المخيم بحال مدرسه بوحديته وتعلم الدراري الصغار. انه مجربه، انا راني قربت 80 عام وكنت في الكشفيه الحسنيه، وكنا نمشيو للمخيم وكنتعلموا نعيشوا مع الجمع ونقسموا داك الشيء اللي عندنا ونتكلوا على راسنا باش نصيبوا فراشنا، وكنعاونوا باش نغسلوا الماعن ونتعلموا نعيشوا مع الجمع كما بغى يكون النوع ديالو. المخيمة الصيفية هي متنفس لواحد العدد الدراري الصغار واللي في وضعيات متوسطة مالية وما يمكن لهمش يسافروا، فتيمشيو، فهذا متنفس خصو يكون وخصو يبقى دائما يتطور، وهذا منها تيتكونوا الدراري، تيتلاقاو مع مختلف الجهات ويتكونوا، تيديروا المقدورات ديالهم، تيعتمدوا على نفسهم. إذا فهذا مخيم تنشوفوا بأن الوزارة ديال الشباب مكلفة به، وتنطلبوا منها باش تزيد طوروا. بالنسبه لي زعما في هذا الوضع هذا راه صعيب بزاف، ومع غلاء ديال الاسعار والزياده بزاف، تيجي العيد الكبير، تيجي الدخول المدرسه، شحال من حاجه الاباء راه تيضغطوا بزاف، ما يمكنش داك الفلوس اللي كان تيخبيهم باش يصيفط الاولاد، ودابا ما بقاوش عنده، كلشي ولا تيعطيه المصروف، كلشي ولا تيعطيه المصاريف اليوميه باش اوموا غير باش يعيش وصافي، دابا ما بقاش داك الفلوس باش انه يصيفط اولاده للمخيم. حنايا ما كناش كنخلصوا داك الشيء، كان عندنا فابور، ولكن دابا ما عنديش شي معلومه باش نقول لك واش كاينه شي مقارنه. حنا اللي غادي نقول لك ما كنا كنخلصوا والو. هي مناسبه، تمينا مناسبه، خص هادو ديال اللي على حسب الشبيبه راه تيكونوا مجانين تنظن، وعلى حسب الجمعيه تيكون ثمن رمزي، بحال ما كان حتى شي مشكل. فتنشكروا الجميع كما اللي تيساهم في هذه العمليه، تنشجعوه وتنعترفوا بالخير ديالو اللي بغينا نديروا.